لكن على الجانب الآخر من امبارح لغاية النهاردة والصياح والزعيق وما تفهمش ليه من امبارح لغاية النهاردة لمجرد ان النادي الاهلي كسب نادي الانتاج الحربي في الدقيقة 95 من امبارح للنهاردة كل الناس استاذ عمرو طالع يزعق لنا ومش يزعق لنا يعني او بيزعق للناس ما تفهمش ليه كابتن رضا عبد العال بيزعق وبيتكلم كلام مش منطقي وكابتن مش عارف مين واستاذ ابراهيم عبد الجواد بيتكلم برضو كابتن ابراهيم عبد الجواد بيتكلم وخلي بال حضراتكم كلهم اصدقائي وكلهم صحابي ولكن من امبارح لغايه النهارده الناس ما بتتكلمش في حاجه غير في ان النادي الاهلي كسب 3-2 وندي الاهلي الدوري بقى عشان كسب 3-2 هو انا ذنبي حضرتك ان انت ان انا بعرف اكسب هو انا ذنبي ان انا عندي اداره مستقره هو انا ذنبي ان انا عندي اداره بتوفر لبن العصفور للمدير الفني هو انا ذنبي ان انا عندي جمهور واقف في ظهري هو انا ذنبي ان انا عندي مجلس اداره اختار بيعرف يختار صح او اداره لكره القدم بتعرف تختار صح اعمل ايه طيب اقفل النادي الاهلي علشان الناس تتبسط يعني هل مطلوب مني انا كاهلاوي مثلا ان انا ما اشجعش النادي الاهلي علشان الناس تتبسط وحضرتك تتبسط الناس اللي طلعت تزعق لنا دي كلها حاجه غريبه جدا وحاجه انا بالنسبه لي طبعا كلهم اساتذتنا او استاذ عمرو تحديدا استاذنا وكلنا بنحبه وبنتفرج عليه ولكن هو في ايه يا جماعه هو المطلوب من النادي الاهلي ان هو يطلع من الرياضه المصريه خالص علشان حضراتكم تستريحوا لمجرد ان 2-3 بس عايزين يطلعوا يتكلموا ويعملوا ويقولوا كلمتين هنا وكلمتين هنا الكلام ده ما يصحش يا جماعه ما تسيبوا ان الرياضه هي في الملعب خلينا نتكلم عن الملعب واللي بيحصل في الملعب وانا كسبت امبارح انا ذنبي ان انا كسبت يعني هل المطلوب مني ان انا اخسر كل حاجه واخسر الماتشات واقعد في الساحل مثلا ناخد ال 30 لعيب ونقعدهم في الساحل ونخليهم ينزلوا يتغلبوا الماتشات اللي جايه عشان نرضي جزء معين من المجتمع انا اتعلمت في البلد دي وتعلمت في النادي ده وتعلمت في كل الانديه اللي انا لعبت فيها ايه ان انا اجتهد عشان اقدر اوصل هي حكايه هدايا ملاك دي بالنسبه لنا ايه هي حكايه ملهمه اجتهاد صبر واجتهاد وعمل مستمر وصلها للميداليه البرونزيه لكن حضراتكم طالبين مننا ايه يعني طالبين مننا ان احنا نسيب الملعب خالص لاي حد تاني يكسب نادي الزمالك نادي كبير على فكره وهفضل اقول هذا الكلام ما عنديش مشكله وانا داخل قناه النادي الاهلي ولكن التنافس جوه الملعب التنافس بالارقام شوف الارقام دي وشوف الارقام دي شوف النادي الاهلي خد كام دوري شوف غيره خد كام دوري انا ما بتكلمش لمجرد ان احنا بنتكلم وخلاص ولكن هو الموضوع ابسط من كده ليه حضراتكم دايما تطالبوا النادي الاهلي ان هو ما يعملش الصح على فكره اي حاجه في اي رياضه في الدنيا بلاش رياضه اي اداره في الدنيا بتعمل ايه بتحاول تعمل الصح علشان توقف الفرق الرياضيه على رجليها فالنادي الاهلي بيحاول يعمل الصح بالمناسبه ممكن يخطئ ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط بتحصل وحصلت وياما حصلت وياما النادي الاهلي جاب لاعبين وياما النادي الاهلي كان المدير الفني عنده رؤيه في لعيبه وما طلعش كويس عادي بتحصل ولكن انا حضرتك بتحاسبني ليه يعني حضراتكم الناس اللي طالعه تتكلم وتزعق وتقول الاهلي وندي الدوري للاهلي ندي الدوري للاهلي لو هو يستحقه ندي الدوري للاهلي لو النادي الاهلي عنده اداره تستحق ان هي تاخد الدوري وعنده جهاز فني يستحق وعنده لاعبين يستحقوا بالاجتهاد وبالعرق مش بحاجه تانية بالاجتهاد وبالعرق هنقعد نجري وهنفضل نحارب وهنفضل نقف ورا كل لعيب وكل جهاز فني علشان نخليهم ياخدوا الدوريات في كل الالعاب هو ده النادي الاهلي ولازم نفضل نحافظ على كده بالمناسبه لان دي سنه الحياه اجتهد اعمل اشتغل كويس جدا واصبر هتوصل هدايا ملاك سيف عيسى هو ده الاجتهاد وهو ده العمل فالنادي الاهلي من وجهه نظرهم بيحاولوا يعملوا الموضوع ان هم يعني كابتن خطيب بيحاول يعمل الصح الاستاذ العمري بيحاول يعمل الصح الاستاذ خالد الدرندلي الاستاذ خالد مرتجي الاستاذ ابراهيم الكفراوي الاستاذ محمد جرحي الاستاذ محمد سراج كل المجموعه اللي موجوده طارق انديل كل المجموعه اللي موجوده بيحاولوا يعملوا الصح ولكن ما هي ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط فمش ذنبي ان هي بتطلع دايما صح مش ذنبي ان انا باخد الدوري على طول والله العظيم ما ذنبي طب اعمل ايه مش عارف اعمل ايه